العبر الرقمي كذلك. رفقتنا أحلام زميتة في الساعة وش فيك تغني حمزة وتشرح وحدك غادي لباسة؟ استنى عليا شوية. شو آخر تلتحق بكم نرمين الملكي في حكاية من حكاية الناس تنجموا تتفاعلوا معها 72-280-300. ولكن قبلها نقدموا الميكرو لنورهان بكار في فنانة اليوم. فنانة اليوم. يا اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ الحمد لله. تمين القفه يا نورهان؟ العبيد يسالوا فيها على القفه. مازلت نجبد ملعوله. احلى صي العوله وفات علينا، دونك مشينا للمرشي نشوف لنا الاسعار. يديك ربي. مطر. البخل شادك حتى في المطر يا رسول الله. فنانتك اليوم باش ترجع بينا للزمان الجميل جدا. نجات صغيره. يلا. نجاة محمد كمال حسني المعروفة بنجاة الصغيرة، من مواليد 11 أوت 1938، مغنية وممثلة مصرية تعد من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي. في عمر 19 سنة بدأت نجاة مسيرتها الفنية من خلال التدرب على حفظ أغاني أم كلثوم، إلى أن وصلت لدرجة من الإتقان مكنتها من تقليدها. وقتها قدم لها الشاعر مأمون الشناوي أغنية أوصف لي الحب من تلحين محمود الشريف، وكانت الأغنية هذه بدايتها الفنية الحقيقية اللي تعرفت بها. في الوقت هذاك أحاطت نجاة نفسها بالمثقفين منهم محمد التابعي عز الدين حسني أخوها ورؤوف ذهبي وغيرهم اللي كانوا يأطروا لها وينوروا لها طريقها. تعاونت أيضا مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن كل دالي. كذلك تجربتها في التمثيل كان لها 13 فيلم سينمائي، كل أفلامها تقريبا تحتوي على أغانيها، منهم اللي قامت فيها في دور البطولة، نذكر منهم فيلم الهدية، فيلم الكل يغني 1947، الشموع السوداء 1962، القاهرة في الليل 1963، بالإضافة إلى أنه تم تكريمها عديد المرات ومن الجوائز اللي تحصلت عليها، وسام الرئيس المصري جمال نصر الدين، وسامين من الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة وبن علي. 2006 بعد 4 سنوات من اعتزالها تحصلت نجاة على جائزة من الشعر الإماراتي سلطان بن علي في دبي بعنوان هؤلاء من أسعد الناس، على وكذلك على الميدالية الذهبية من نوزادا. من أشهر أغاني الزمن الجميل شكل تاني بعشق البحر، أما براوة وعيون القلب. الله الله عليك، شكرا ليك نورهان بكار كيفة الفريق، يعطيكم ألف صحة حمزة العراكي. شكرا من جديد على المدينة أحلام زميتها، كذلك فاتن ناشي خلينا نشكرها، صحيح مش موجودة لكن نشكرها برشا برشا. فاتن ناشي شكرا ليك نورهان بكار. من وراء الميكرو كنت معكم أنا حليم بوشيبة، نتقابل غدوة الحي إن شاء الله. يلا خليكم مع الصويت هذا الرائع، نجاة الصغيرة تسمعها تتشيت. باي باي.